بسبب سيول وانهيارات جبلية ناتجة عن الأمطار الطوفانية التي يشهدها إقليم الحوز وبالضبط منطقة توق الخيرة بجماعة إيجوكاكا انهار جبل الليلة البارحة على الطريق الوطني رقم سبعة الرابطة بين مدينتي ترودانت ومراكش انهار على سيارة كانت تقل ركابا في اتجاه مدينة ترودانت ولا زالت حصيلة الضحايا غير محددة خاصة بعد انهيار جبل اخر بنفس المنطقة جراء الامطار الطوفانية والرياح القوية مما عاد بفرق الانقاذ الى نقطة الصفر وإرغامهم على التوقف وبالتالي صعوبة العثور على المفقودين.